تنوب ليا عندك السريه. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. عاوتاني جبت معايا سويل الاخ ديالي. عاوتاني هاد الحلقه ماشي باي حلقه، عاوتاني كما كنا كنديروا يعني تفجير ولا تخريب ولا تحدي ولا هادي بطوله العائله الفينال. اليوم ما حضرش معنا جمال، عنده واحد البلان يمشي قديم، ولكن نبقاو حنا اللي كنا في الفينال. عاد جمال اش وصلوا الاخبار؟ شكون اللي دا البطوله العائله؟ كما شفتوا الحلقات كانت طلعت الحلقه الاولى الثانيه الثالثه، الحلقات اللي كنا درنا اللي مازال ما تفرجش فيهم يمشي يتفرج فيهم. كنت بقيت تأهلت انا وسهيل، حيت في الحلقه الاخرى اللي كان بقى سهيل وجمال اللي نشوفوا شكون يطلع عندنا، كانت ناضت الزرزبان الريمونطادا كان دار سهيل جمال وتأهل معايا. يعني دابا نشوفوا شكون اللي يلعب، شكون اللي يدير البطوله، الاخر غير يمشي يعتزل هذاك اللي خسر هذاك الحق. صافي بطل العائله كتسمى، ماشي زعما واعر يخرج يسلخ اليوتيوبر الاخرين، لا في بيناتنا في الدار الخوت بطل العائله. اذا كنتي انت ولا انتي اول مره تتفرج فيا ما تنساش تضغط لايك تابونا معنا في قناه من الفيديو. يا اخوان باي ذا واي، قبل ما نبداو اخوان بالرجوله بالرجوله، اليوم وصلتني العلامه ديال الستريمر في اللعبه، واحد مبروك عاوتاني وكذا الاسئله مبروك عليك اخوان. غتدخلوا غتمشيو للبات هنا كتلقاوها تديروا بات تحيه. يلا وصلتني دابا 15 واحد دار متابعه، كيف رايكم اخوان؟ تبغيكم كاملين. راه ساهله، راه اللي كيعرفها راه عارف ان شاء الله. واحد السبعة صغيرة خا نكون لاعب. ما تبيش ما تعطيني سبعة زيرو ان شاء الله. لا عطيتيني سبعة زيرو نعتزل اللعبة. يلا حلم والله تنعتزلها. دبر فيها تعتزلها؟ ايه والله تنعتزلها حلم والله العادي. ولكن انا ما بغيتش تعتزلها اصلا. اش عطيني كونتك؟ اعطيني سبعة زيرو خلعني صافي. طار معايا دابا راه بطولة العائلة، ماشي تبقى تنوب ليا. يلا 7-0 احلى 7-0 ما غنتجراش حتى 7-0. اوف كورس بالطبع. اخوان الشغل هذا يكون وقع، شتي منين قتلتك؟ خرجت لي السوري تيبقى غادي يجري، يعني خصني نلقى هذا المشكل الحل ديالو باش نصاوبو. شوت كان طويل. دابا شي عنصريه. دابا قاتلك انا فهمتي؟ ما شريتي هذاك؟ شوف شوف انا شريت مسرح اصلا. ما تنخلعنيش سير نخلعوك. نجا اخي ولات كتمرضني ما كتبغيش تطلع. ضربت لك واقعي. لا نسد على راسي حتى بطولة العائلة. نشوفو شكون بطل العائلة. يدي رب انا اسمع الطاشي جاك من هنا. شتي بقا يسين فيا زعما راه كيدير شاطحة. سكشو وزات اخوان تيحتفلوا بيا ملي سمعوني كنمزك تيحتفلوا تيحشموش تابو كان انا جات كان اجي متقعد انا بديت تلقلق شفتك شي بلاتي تقعد اطونسيون انا نيرت نخلات شي خرج لي بربارك والله ما تحسبت او فايتي ربي شنو هذا قولي شنو هذا الذكاء الصغير هذا كلش
تخرج ليا. بطل لنا اين انت ننن بطل لنا شريك طامسون انايا مبقاش غير يلعب الوانطا شريك اخويا طامسون انت بوطو هنا شري لك شو سميتو هذاك الاخر شو دبر راسك واه ما ضربتش هادي خويا تبقى خويا مرتجع خرج اخويا واه تضرب شحال من دقه يا خرجت لي لا سوري سمعت هاد الميساج منين وصلني عندك الزر يا خويا ما تضرب دقه خاويه هادشي مالو نسوق فيك اخويا نتايا واسمع هو قلبي ثلاثه قالك منوب يا ربي يكون هاد الصوت تيتسمع الاخوان عندكم في الريكورد انا بعدا تسمعو سمعتي الطران تيتسمع اصاحبي تخرج لي لاصوري بوحدها يو قرم باري هاي يو شحال توحشك يلا باري هاي شحال توحشك ويش واه واخد ليا شي شقان طويله وبربريه بقى سويتش بقى يقشني النوب صافي شو منين ضربني وسد عليا لاكاني شكيت مبوشي عليا واجي اه ماك عم تضربش ماك عندك السر يا اخو خويا سيدي شو بربي تعرقان شوفوا يا تيا شوفوا يا تيا بالبرباري شري اخويا انا هاشم الكارت مير ديال مخك شن فورمات يا بالبرباري ما كاين زعما خنقاك ولا انت تشوف دابا ما قلت لك الكوتبي ديال واش دابا خصني نحيد هذيك القضيه وما كانتش كره غادي نضحك عليه بحال اي تمام ولكن انت تبقى تخرج ليا لاسوري نوضونوض هي ايوا دخل واه انا من السوق يا خويا انا عارف راسي قلت لك وصافي يلا ما بغاتش تخرج ليا وانت بونتا بونتا باش تقريت لي خويا شنو هادشي شنو هاد التليفون تقريتها من ايش كيسي انا وش هذا بصراحه ما تتضربش عرفتي كيف كان هذا ميتة هذا خلينا دابا نديرو دمنا ولا خلينا نديرو دمنا هذا دم نلعب حيت الثلج اخويا انا كنت كنقول لك حيت الثلج دابا انا كنتسنى حيت الثلج باش نخرج لا
شي وا تطلقينا اخوان يا ربي شكونو كتسمعوا يا ضربتك مانطا با ضربتك مانطا خويا خويا لاقات لي كلشي كاع كاع الهيت شوتات لي كنجيب لاقات مني يا يا خويا كرهت اللعبه فيك كرهت البيسي كلشي حتى نبغي نضربك هيت تران انت كتقرب هيت اوه كاع مرض مرضت انا هاكا مرضت اخوة اللي عرف مناش هات الويندوز هذا يلاه خدمت بيه ما كان عرفش تخدم بيه ما عرفش مناش لك عرف مناش هذيك شفنا في التعاليق اخوان شي والله انت كنبغي نضربك ترن هاي لا قالت لي كل شيء خرج لي المرض لا صوري كل راك غادي الزون كوي ويلي شحال من دقة ما ملعب ويلي الزون اخويا اش كيدير عرفتي نزويلي على وجهو دابا هكا تتعصر طراك طاك اربي اخويا زوينة وصلتي دابا للحالة تعرف بيا قول واه نتا هادي نهربان ولي شي هربان عليا لا تعرف بك عادي خويا هربان مالاش نيا وانا هربان قاد دام بالراجل ولا ولكن ما تربحناش بقى عقل شباب هو فكرني في بطولة العائلة انا ما كنتش نديرها اليوم قال لي دير حيت عاقب هي باقي ما مولفش البارامتر انا قلت خليتها انا ولفت سمعوا خوت باقي عقلي جا ما تربحنا وفي الاخر درت لي الريمونداطا زعما درت لي الريمونداطا شنو سبحان الله دابا تجعلني دابا نقتلك صافي دابا نقتلك شوفين هو بحال هاي درت ترن عاوتاني اخويا عاوتاني بالله يا الله يا الله دابا قويشني والله حتى ملاقي معذب درت يا عرفت شو صار ايوا تنانان اخوان باي ذا واي اخوان اللي كتشوفوني تنقتلو تنضحك الضحك كدا وباق نحرش بيه راه حيت خويا فهمتي اما زعما نلعب ضد شي واحد كدا حيت كاين شي واحد تيقول لك لا ما ديرش ليه هكاك راه انت كتقتل الواحد تتفراح ولا واحد عشيري اما شي واحد ما تنعرفوش تنقتلو عادي ايزي زعما داكشي ملفو فهمتي عادي بصاحبك تيكون محديك فهمتي ولا حتى صاحبي فهمتي تنضحك عليه فهمتي خلاص فهمتي اجي اجي بغيتي دير ليا الريمونطاد يا خويا والله هادو شهيدات مفرقعين شد بلاصتي باقي اعمل عاقل هانتم الخوت هو يعاود لكم اللقطة باش دوم لي فاطم لا يسمح لي الجولة اللي عاس هادي هزها هادي هزها الشرك الشيء الشبعين تلاقيتي انت تضرب نوم مرق مرق اصاحبي عاوتاني في ديك البلاصة ضربني في الثلجة دابا هاديك التريكوردات عندها تكون ناضية ولكن احد زهر تنخلع تنخلع هو منين نضربني هكا فرح فرح وخويا راه مش شغال فرح اول هيد من ثلاثه طروحه ديالها ولدين اش خصني نزرب عليك اخويا انت واش بحال بغيتي دير لي الريمونطادا ولا ما تضحكوا النشاط واش دير لي برينك راه درتي عليهم في ايوا واقيلا الكليم راه ما دابا انا تلعب معاك بداك نقار الخشب زواق معاك اخايتي انا اللي عشقتك وعشقتك ايوا خونا بشق خاف مسكين
خاف مسكين مشى. السويد مسكين بقى فيا انا حطمت لي النفسيه ديالو. اه اخوان جبناه بعد عام اويلا اي طمانو اخوان انا ديت بطل العائله اي طمانو شي حاجه زرزبان زرزبان او شي يعني فهمتي الهربه الهربه الماكيره. سويل صافي غير اعتاز اللعبه ولا شي لعبه كنت قلت لي عطيتيني 7-0 اعتازها ولكن هو حتى شو سمعت ليش كاد ماشي شي حاجه والهداه اخوان راكم شتوها شي حاجه الزرزبان 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 وصافي انا هو بطل العائله ربحت جمال ديت البطوله ديال العائله شي حاجه اللي طمانو. كانت هذه نهايه الحلقه الى عجبتكم الحلقه ما تنساوش لايك وتابونوا معنا في القناه كان معكم من دلتا تهلاو.